15 مباراة خاضتها الأندية السعودية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، وخلال هذا العدد من المباريات برزت العديد من الأسماء التي استطاعت أن تصنع الفارق مع النصر والهلال والأهلي. في النصر نجد المدافع الصلب علي لجامي الذي وقف بكل صلابة في الدفاع عن المرمى الأصفر، عبد الإله العمري مدافع فذ برتبة هداف واسم لامع في ميادين آسيا أحرز هدفا ثمينا في شباك فولاد الإيراني، أما وليد عبد الله فهو العائد للتوهج والحارس الذي وقف سدا منيعا للذود عن شباكه. في الهلال يبرز اسم محمد البريك الظهير النشط وصاحب القدرة الكبيرة في الاتزان بين قدراته الدفاعية وتحوله الهجومي، الأرجنتيني فيتو الذي ساهم بشكل كبير في تميز الزعيم وأحرز هدفين ثمينين أمام أجمك الأوزبكي ذهبا وإيابا. هتان بهبري لاعب وضع بصمته المؤثرة أثبت حقيقة تألقه في الملاعب الآسيوية، فقاد الأزرق بتسجيله ثنائية جميلة في المرمى الطاجيكي. في الأهلي حامل عرين والحارس المتمكن محمد العويس صاحب التصديات البارعة والمواقف الحاسمة التي ساهمت في جلب النقاط للبنك الأهلاوي. عبد الله حسون نجم نقل تألقه من ملاعب الدوري إلى ملاعب القارة، استطاع أن يأتي بما عجز عنه المهاجمون فأحرز هدفا رائعا في مرمى الشرطة العراقية، وليس بغريب تألق عبد الرحمن مع الفرقة الخضراء في آسيا. المهاجم الفنان والهداف الماهر الذي ساهم بصورة كبيرة في انتصارات فريقه فأحرز هدفين ثمينين في مرمى الشرطة العراقي ذهبا وإيابا. تميز أولئك اللاعبين لا يعني احتكارهم للأفضلية، فهم أمثلة للاعبين كثر كانت لهم وقفاتهم وأثبتوا تألقهم مع الأندية السعودية على مستوى القارة الصفراء.